يابا نحن اهل المنصور ناشدنا وطالبنا كثير يعني بالبلديه هذا المنطقه هنا المنصور فرد مره يعني وصفها هذا ذبانه كنا نشكر استاذ علاف جاء اليوم كادر ماله نظفنا ولكن نحن تعشوا المستوصف مستوصف ومدرسه وفرد مره يعني فرد مره الوصاخ فرد مره تتجمع هنا ونحن نشوف المنصور هذا الماي جانا جو القاعه يروح يعني فرد مره نحن متبهدلين بالوصخ طبعا نشكر الاخ حسن العلاف ما قام من حمله تنظيف ونطالب كل المسؤولين يعني خاصه يعني اللي يخصون محافظه نينوى انه يقومون يخطون بنفس الخطوه اللي خطى بها يعني هاي النفايات اول شيء هنا مدرسه وثاني شيء هنا مستوصف صحيه ومنطقتنا الشعبيه يعني كله تجمع الاطفال وهذا يصير هنا فيعني الحمد لله يعني فتح لنا الطريق وهنا عندنا مي يعني مجاري هاي كلها تصير يعني صيان فالحمد لله يعني قام تنظيفه وهذا ونطالب كل المسؤولين يعني يخطون نفس الخطوه نشكر الأستاذ حسن ذنون العلاب على حملته الواسعة في منطقة المنصور أصليته هو يعني متبرع بالجانب الأيسر وانتقل إلى الجانب الأيمن لتنظيف مدينة المنصور Thank you.